أعزائي المشاهدين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم مجددا، وهذا البرنامج أهلنا في رمضان. يتجدد بكم دائما اللقاء في هذا البرنامج. حقيقة هذا البرنامج جسد مثل ما ذكرت حب الماضي وأهلنا الطيبين، وخاصة في هذه المدينة ومدن محافظة صلاح الدين. يعني في شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل، شهر المغفرة والعتق من النيران، كانت حقيقة أكو كثير من الأمور ما موجودة بالأيام العاديات. يعني إحنا نتمنى إن شاء الله ونحث أهلنا الطيبين على التراحم، زيارة المريض، زيارة الأقارب، زيارة الجيران، هذا في كل الأيام ليس فقط في شهر رمضان. لكن أيام رمضان تختلف، أيام رمضان بها حلاوة الإيمان، بها حلاوة التراحم. يعني اليوم أكو واحد مثلا ما يحكي ويا أخوه ويا صديقه 20-15 سنة، تشوف بدخول هذا الشهر الفضيل تصير عنده نوع من الاشتياق، يدخل في قلبه إيمان أكثر من ما هو موجود في الأيام العادية. نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الشيء في كل يعني أحبابنا وأهلنا. اليوم الحقيقة لقائنا مع شخصية تكريتية حقيقة يعني دائما يخدم أهالينا في هذه المدينة من كثير من الأمور، من الفصل إلى الزيارات إلى حقيقة شخصية يعني محبوبة من أهالي تكريت، وعم فاضل وأخ كبير الشيخ الحاج نضال الحميدي. حياك الله بيك شيخ نضال مرة ثانية وأهلا وسهلا. مشكور أستاذ، الله يسلمك، الله يحفظك، الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد، سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الغر الميامين. حقيقة نتكلم في بدايتنا عن شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل اللي الله سبحانه وتعالى فضل على كل الأشهر، هذا الشهر المبارك. نعم. هذا شهر القرآن، هذا شهر الله، يسمى هو شهر الله، لأنه الله سبحانه وتعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لله سبحانه وتعالى. قال الصوم، لهذا قال بي أنا أجزي به، لأنه ما حد يعرفه صائم. أنا هسه أقول صائم وبغير علم عند الله، لهذا الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي يجازي للإنسان به، وهذا فضل من الله، ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على هذا الشهر الفضيل، الشهر المبارك، شهر القرآن اللي بلغنا به هذا الشهر الفضيل. نعم. نعم. عمي الشيخ، حتى نسلسل بالمواضيع، يعني احنا نريد نختلف عن الأعوام السابقة اللي كان لقائنا بيه في أهلنا في رمضان. نعم. نعم. كثير من الناس الآن ما يعرف مواليد حج نضال وترعرع الطفولة المحلة، شو تحشي لي في البداية عن يعني ولادتك وتاريخ الميلاد؟ أنا نضال حميدي محمد المطار من السادة الحسنية الأشراف. نعم. عشيرة آل المطار في تكريت، مواليدي 1955، وولدت في هذه المدينة، مدينة تكريت. نعم. هذه المدينة العظيمة لها تاريخ عظيم، وهذه المدينة لها ميزة خاصة في كل مناسباتنا، وإحنا طبعا في رمضان عندنا عادات خاصة بينا. كل مدينة أو كل محافظة لهم عاداتهم وتقاليدهم في رمضان. احنا عندنا اول ما يجي رمضان نبدي، احنا بالاول يوم نبدا طبعا بالتسابيح. نعم. وبقراءة القرآن وبالصلاة التراويح، ونعمل في رمضان ما يسمى بالمحلبي او الكاستر او الحلويات او العصائر والخضروات، وكثير من يعني خاصة من الحطة بالسفرة، واحد قبل ما يفطر يقول أنا هاي كلها ما تشبعني، لكن سبحان الله من يفطر هاي كلها ما ولا يعني يقدر يأكل فشيء جزء منه، لكن هي من من
من بركة رمضان تشوف هذا الخير كله قدامك قبل ما تفطر تقول الله هذا شيء أنا جوعان مجي أكل كل هذا، لكن تفطر على شيء جزئي والحمد لله تتكفى ونشبع على خاثر على شوربة روبة يعني، أو البغداد يسموها روبة أنا نسميه قاثر وشوربة، وهذه الخفايف بعدين نقوم نؤدي صلاة المغرب بعد الفطور يعني أول ما يفطر خاصة من السنة أن نفطر على تمر. زين عمي الشيخ حتى ما نروح بعيد، نعم خلني نسلسل بالمواضيع، في أي مدرسة درست؟ يعني أنت تقريبا دخلت المدرسة خلنا نقول بالاثنين وستين تقريبا 63 اي بالضبط بالاثنين وستين أول ما دخلت بيا مدرسة تكريت لو لا دخلت في مدرسة صلاح الدين الأيوبي أها اللي مقابل الجراج كان هذه قبل ما يعني هذه المدرسة حاليا اللي هسه هي مصرف الرافدين أها القديمة هذه القديمة أول ما بدينا يعني هذه أول مدرسة تقريبا صف أول ابتدائي وإحنا كنا في داخل الدوام بعدنا قبل نص السنة انتقلنا إلى مدرسة صلاح الدين اللي مقابل الجراج القديم في تكريت نعم انتقلنا بها وكان عندنا يا أخي والله مو معلم والله كانوا أبهات إنا والله أبهات كانوا إنا وكانوا يرعونا والله أقول لك خاف بالك المعلم كان يرعانا أكثر من الابن ولذلك كان التلميذ يخاف حتى خارج المدرسة أستاذ وليد يعني طبعا أنا أحكي لكم عن معلمي أستاذ ناجي عبد الباقي أول يعني تذكر شخصيات أول ابتدائي رحمة الله على الأستاذ ناجي أستاذ ناجي عبد الباقي كان المعلم اللي في الصف الأول والأستاذ طالب الحارس بالصف الثاني رحمة الله والأستاذ مولود الحق الله رحمة الله تعالى عليهم والمدير المدرسة الأستاذ نعمان الغني أبو الأستاذ مثنى رحمة الله عليهم والأستاذ تركي الهزاع والأستاذ شريف الهزاع والأستاذ محي الذيبان والأستاذ مولود الذيبان والأستاذ خليل الويس كان يجينا بالرياضة والأستاذ بحر رحمة الله عليهم جميعا شوف اللي كان شلون يعلمونا أستاذ بحر كان يجينا بالإنجليزي كان يجيب لنا وياه البيض والجبن والزبد والخاشوقة والقراص والشال وكل والخبز كل واحد يقول كم هير نضال جيت كم هير نضال جيت نعم سعد انطيني خبز أيام إيتني بريد أيام إيتن بريد يعني حتى عملي خبز يعني وسائل إيضاح كاملة وسائل إيضاح كاملة كانوا يتعبون علينا بحيث كل هاي وسائل إيضاح رحمة الله على أستاذ بحر جايبنا إياها حتى يعلمنا الإنجليزي في رابع ابتدائي إحنا من رابع ابتدائي بدينا بالإنجليزي نعم ولذلك شيخ شوف أكو فد مسألة أنت وضحتها نعم. اليوم إحنا حقيقة نتمنى من طلبتنا بهذا الوقت نعم. اليوم أكو عدم التزام اللامبالاة موجودة نعم. لذلك إحنا نتمنى أن يكون طيب شيخ نضال يعني قبل يعني ذكرونا كثير من المتحدثين والأفاضل أنه كانت في تكريت بيوتات هذه البيوتات بيها يعني في تكريت الدواوين والتكايا يعني كانت إذا تذكر لي أبسط الدواوين أبرزها يعني في تكريت في آنذاك في الستينات والخمسينات نعم نعم حقيقة كانت دواوين موجودة وهذه الدواوين كانت تقام بها المواليد وتقام بها الختان الأطفال نعم وتقام بها المواليد النبوية الشريفة جلسات السمر أيضا والتعاليل بالضبط والتعاليل وتصب بها القهوة وكان بها الموقد طبعا الموقد يصير فيه نصف الديوان نعم. تعرف قبل ماكو يعني كله كان حشاكم هذا الدخان ولا هذا حتى كهرباء ماكو ما وسائل تدفئة ماكو كان نسميه سراد هذا شيشة مال حط بها نفط ولو تمرة لو خيط مال سليلة ونشعلها ونسال يعني يا عمي نضال أنت وعيت نعم ماكو كهرباء نعم 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 ما موجودة نعم يعني أنت فطنت على الدنيا نعم أنه ماكو كهرباء كانت على الفانوس واللالة أذكر من الله إن شاء الله يشافي ويطول بعمره نعم دكتور عبد الحميد رشيد خالي هذا نعم عبد الحميد رشيد تكريتي هذا خالي نعم و
كان يحكي لنا في اليوم مر علينا البيت، كان يقول احنا جيلهم اللي هو جيل الاربعينات والخمسينات، كان كلهم تخرجوا دكاترة، دكاترة اطباء، اللي هو دكتور عبد الحميد الشتكريتي، دكتور خير الدين الايوبي، دكتور حسن السيل النجم، دكتور غالب السنبل، الميت الله يرحمه الطيب الله يطول بعمره والله يشافيه، دكتور ما يحضرني أسماءهم حقيقة، كلهم دكاترة. نعم. كلهم دكاترة على الإطلاق أطباء، وكانوا درسوا على الشراز وعلى الفانوس. الله. وإحنا هسع عندنا الانترنت، عندنا نعمة ما تحصى حاليا، ولكن العلم عندنا دون الصفر. نعم. بينما العلم اللي كان في زمن الأربعينات والخمسينات كان كله يخرج أطباء وأساتذة وعلماء. كانت الحياة حلوة بسيطة. الحياة يعني بسيطة، وأنا يمكن نوبة سولفت لك قلت لك ما واحد يوم من الأيام بات بدون عشاء ولا بدون غداء، كان الأكل بسيط والحياة رغم ضعف الحال. رغم ضعف الحال إذا كلش جاع ينزل على النهر، كنا بيوتنا كانت قصرة على النهر. نعم. ينزل على النهر بس نسمي إحنا شاطئ، يمشي الشاطئ يشوف أكو ناس تضرب بمبات، ناس تلقح زهر، شوف عاد أنت بالشاطئ تشوفه وتشط عليها تطلعها زين عمي تتعشى بيها وتغادر. الشيخ نضال كان حقيقة للقائنا مع الأستاذ الفاضل العم رشدي العطية ذكر بيته أنه الآن في أول دنقل الجسر. تمام. يعني على تمام. على شاطئ الدجلة. تمام. وين كان البيت اللي يعني بيت حجي نضال آنذاك؟ إحنا بيتنا كان بالضبط إحنا منطقة الحارة، يعني فوق، إحنا بالحارة فوق. إيه. وسألتني على الدواوين، كان ديوان آل مقيم، ألبو مقيم من عوائل تكريت الكريمة، من عوائل تكريت الأشراف، من أشراف تكريت، هم بالأصل عبيد يرجعون الحمران. نعم. ولكن هم من سكن التكريم، تكريت من أب الريجن، كان ديوانهم فوق ديوان ألبو مقيم. نعم. ويصير جيران الديوان مالهم ديوان جدي محمد المطر. نعم. هذا ديوان كانت تنزل بيه شمر وتكريت كلها، ديوان مقيم كان بالليل التعلولة، وديوان محمد المطر كانت العصرية تقعد، وديوان بيت النقيب الصبح، بيت حمد النقيب، وديوان بيت عبد الكميت، وديوان بيت حجي أحمد، بيت عمر الحجاسم مال الحجاسم الله يرحمهم، وديوان جدي زيدان المخلف الخشمان أيضا. هذه ديوان جدي زيدان المخلف الخشمان كان على الشط بالضبط، كان من تبلد العبرة يعني احنا بالتكريت نسميها الفلكة. نعم. بالعرب يسموها العبرة، قسم يسموها الطبقة، هذه من تبلد عرب ذاك الصوب بعد ما حد يعبر، وين يجون يباتون ببيت عمي احمد زيدان، ويبات بيت زيدان المخلف، ويباتون ببيت سيد غني القهار، وبيت سيد حميد سيد جميل، هذول العرب مال ذات الصوب كلهم يرجعون، وبالأخص بيت عمي أحمد زيدان، بيت زيدان المخلف، إنه بي ديوان يلجؤون للديوان يباتون بي. يعني كانوا من يجون ماكو فندق، من ماكو فندق، بالديوان. لا ما عدا فنادق نهائياً. بالديوان. ديوان موجود وفراشهم ممدود، يجي ينام يصبح الصبح يطلع العبرة يعبر ذاك الصوب. الله. إيه نعم. نوبات يجون مثلا من بغداد، يجون بالقطار، قبل حتى السيارات كانت قليلة، يجون بالقطار، يجون متأخرين، طار هاي العبرة مبندة، وين يروحون؟ يلجأون عاد بيت عم زيدان المخلف، بيت جد زيدان، بيت غني القهار، سيد غني القهار الصميدعي. نعم. بيت سيد عبد الله، بيت سيد جايد الصميدعي، هذولا كانوا بيوتهم عنها قريبة، وبيت السيد اللواء رشدي، وبعد عمامة، هذه المناطق كلها عشر العرب ما ذاك الصوب كلهم يباتون عندهم. عمي نضال حقيقة كلامك يعني يرجعنا للخلف. نعم. وأيام جميلة حلوة. نروح ناخذ فاصل نتكلم على هذه اللوحة. نعم. الجميلة الخلفنا اللي هي شطاط تكريت. نعم. وطيبة تكريت إن شاء الله. بارك الله بي. إذن أعزائي المشاهدين راح أروح وياكم فاصل ونرجع نكمل مع عمنا الشيخ نضال الحميدي، فكونوا معي.
رجعنا مرة ثانية أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل وبرنامجه هنا في رمضان مع عمنا الشيخ نضال الحميني. أهلا بك عم الشيخ. بارك الله فيك. أبو محمد حقيقة تكلمت على المنظر الجميل الخلفي، هذا المنظر لا يحلو لبيوت تكريت إلا أن يضعون هذا المنظر في البيوت. يعني كيف تكلمني على قبل الشطاطي ويذكرون أهل تكريت أنه كثير من أيام رمضان جتي بالصيف وأهل تكريت هو مكانهم ومقرهم بالشطاط. تمام. نعم صحيح. طبعا المال أول مال ثاني، هذا مثلا نقول عنه. الله. تكريت هي أمنا، تكريت هي الدم اللي يسري في عروقنا احنا أهل تكريت. هذه تكريت هي مدينة الرجال، مدينة الأبطال، مدينة القادة، مدينة العلماء، مدينة الثقافة والعلم. برز العلم كله هو من هذه المدينة. عندنا كانوا مدرسين ومعلمين كلهم يفترون كل محافظات العراق يدرسون بها، ونفخر بهذه المدينة، هي مدينتنا. وأنا أنت ذكرت قبل قليل رحمة الله عليه أستاذ طالب. نعم. الحارس. نعم. في أحد اللقاءات. نعم. معه. نعم. قال أنا يمكن بال42 أو بال48 ما متأكد، أنا بمدرسة بالشبايش. تمام والله صح. يعني هذا رحمة الله على أستاذ طالب. رحمة الله عليه. طالب الحارس هو بالأصل أوائلهم من النجف أصلهم. نعم. من نعم. النجف. والنعم منهم. من النجف الشريف. نعم. هذه سيد الكريم أبو عبد الله، هذه هي مدينة تكريت القديمة، هذه رسمها المرحوم صابر رشيد رحمة الفنان رحمة صابر رشيد رحمة الله تعالى عليه. تخيل، تخيلها سنة 1955. الله. رسمها كأنما هي حقيقة، احنا كل ثواعية وشايفيها. هذا التانك اللي هسه فوق تكريت، هذا المشروع مال تكريت، كان ينزل المي كله يتوزع على مدينة تكريت. يعني عمي نضال، هذا هسه المنظر اكو شطاطي صايرة يعني بجهة البوعجيل. نعم. حتى هناك كانت الصوب. نعم. يعني تعبرون له. نعم. نعم. كانوا أكثر شيء يزرعها المرحوم سيد حسوني. نعم. حسوني سيد عبد القادر ومؤيد الله يرحمه وسيد أحمد سيد طاهر رفاعي، هم كانوا غادي أكثرهم، وكانوا منطقة ألبو خشمان يزرعون منطقة القايم سموها. القايم يعني مقسمة عندنا. نعم. هذه الألبو خشمان. حويجة جلال والقايم. عز الدين وجلال. قايم الكبير والصغير. وقايم الكبير وقايم الصغير، والمشروع مع المي أيضا بعدين صار به تحول من بيت أستاذ أبو إرشاد. نعم. وتحول عاد غادي صار مرة ثانية. وهذه الشطاطي كان عندنا موسمية، هاي شطاطي عشط سميها نسبة للشط قطرة على دجلة. نعم. هذه الشطاطة طبعا قدرة الله يصير بها رقي، هذا الرقي الأسود شلون تقول عسل، شلون العسل سبحان الله ماكو بطعمه، وهذا الطرعوزي طرعوزي يصير أبيض مثل الثلج. يعني أنواع أنتم مو فقط يعني حاجة واحدة. لا لا، بطيخ الرقي، البطيخ، بحجور، طرعوزي. رقي على أنواعه، وخاصة عندنا الرقي هذا بحب نسميه حب كاوي. هذا المكاوي قدرة الله الحبة شلون مكحلة داير مدار مدار سبحان الله. ما موجود منه أبدا هذا الحب، ما موجود منه، نسميه مكاوي إحنا. نعم. من قطعة الشطاطة سبحان الله صارت هاي القصور الرئاسية وكذا شالت الشطاطة سبحان الله، حتى البركة راحت مالها سبحان الله هاي المدينة. نعم. قبل كل عيشتنا كانت عيشة عيشتنا يعني موسمية، ناس تبيع رقي، تبيع طرعودي، تبيع بطيخ، أجور، تبيع لوبيا، نسميها احنا بالتكريت الكواز، ما عفوا الكواز، نبيع لوبيا الكواز. زين. هذه شو اسمه ما موجودة نهائيا، ما موجودة إلا في ماء المدينة في منطقة الشطاطي، والحمد لله هسه راحت الشطاطي. نعم. اي والله. عمي نضال حتى ما نطول في البرنامج. نعم. كيف توصف لي حالة المنطقة يعني بالستينات بالسبعينات، يعني التراحم، الزيارات، الأخوة. نعم. يعني حالة الطب يعني قبل الطب يعني ضعيف. نعم. المستوصف ماكو. نعم. هذه الحالة يعني شلون توصف لي اياها؟ طبعا بالنسبة للطب سيد الكريم ابو عبد الله، الطب كانت الناس على نيتها، على نيتها. احنا واحد توجع بطنه مره ولا رجال ولا كذا يقص له رمانه نص مال رمانه وديه على بيت فلان يقطعونه خلفه على شنو يعني يقرون عليه
يقرون عليه نية صافية يأكلوها رأسا، قام كل شيء ما بيه والصحة وكل شيء ما بيه، نية صافية. هذه كان الطب على النيات، على النيات. شنو اللي ينطون إياه؟ هذا الخوف الصور، هذا الكحل، الكحل هذا الكحل يحطوه بالعين، يملون مل العين بحيث يعني حتى ما يشوف، سبحان الله يقعد العرض عنا، سبحان الله. كانت على النية، ووضع المدينة كانت تراحم، كانت شفقة، كانت حنية، كان صلة رحم متواصلة، صلة رحم متواصلة. هذه يعني احنا ليش نحبينا اهل تكريت؟ طبعا اللي يجي على تكريت، كل واحد يجي من اطراف تكريت، من خارج تكريت، من محافظات، ما جاء واحد وما يعني الى هاي الساعة، الى هاي الساعة وعاش بها. حتى احنا نقول هاي مدينة الغريب يجي يعيش، ما حد يقول له انت منين وين تريد وش جابك هنا. احنا سامن كل واحد يقدر يروح بكل محافظة، ما نقدر بكل محافظة نشتغل، يتعرضون تعال انت منين وش جابك وش عندك وكذا. لكن من تجي بهاي المدينة يتعايشون، تعيش يعني مدينة الغريب، مدينة بها خير مرزوقة، وهي كل شيء ما بها، لا عندنا لا بها سياحة، لا بها صناعة، لا بها تجارة، لا بها كذا. لكن ما شاء الله الله سبحانه وتعالى مبارك بها ومرزوقة، وأهلها متعايشين، وأهلها يحبون الخير لكل الناس. هذا الترابط قديم، قديم طبعا، يعني مو وليدة اليوم اللي احنا وعينا عليه، ايه؟ ويوم عن يوم يزود. احنا هسع نوصل صلة أرحامنا بهذا الترابط. نعم. كل واحد شوف، واحد يصاهر ويا واحد، واحد ينطل واحد، واحد ياخذ من واحد، كل طيب. عمي نضال، كثير من التساؤلات عن وضع تكريت قديما، يعني حتى بالخمسينات وبالأربعينات، أنه هذه المدينة كان ضعيف بها النقل، يعني كان النقل مثل ما ذكر الأستاذ رشد العطية، كان أيضا النقل النهري، يعني يقول أنا أبويا كلا كان فيجيب عن طريق داقوق أو طقطق، هاي المناطق. فمن يجي عبر النهر عزاب كان أكو تواصل عن طريق النقل النهري. يعني كيف كان النقل، التنقل، شلون حياتكم تروحون البغداد بالخمسينات بالاربعينات، شلون كانت حياة النقل؟ يعني النقل طبعا استاذ الكريم كان بالكلك، بالكلك او بالعبرات. هذا الكلك والعبرات هاي تجيب مواد، تاخذ انت احشي لك سالفه على لقمه الحلال بيها. أحد الناس اللي من الموصل، من تجار الموصل، نعم، دز حنطة، حب حنطة البغداد زين، ويا جماعة من أهل تكريت، حطه بالعبرة ومشى. نعم. نزلوا وصلوا منطقة قيارة تقريبا، في شيم قيارة. العبرة هاي العبرة رأسا هذا الكلك، يعني الكلك أو العبرة، الحنطة كلها غرقت على الحنطة. من غرقت هذول وين يروحون؟ مع الناس هذا أطنان، خمسة طنون، عشر طنون. هذا يقول لما غرقت هاي الحنطة، واحد منهم راح قال خلي أبدي على صاحب المال، أقول لصاحب المال أبلغه أنه هذا الحب غرقت، الكلك غرق والحب غرق وياه. راحوا عليه، يعني يقال انه هذا رجل من بيت العلاف بالموصل. نعم. هذول اللي هم معجرهم هذا الرجل رجعوا عليه، قالوا له عمي عود عندنا الحب غرق، العبر هذا الكلك غرق مالنا. قال له غرق؟ قال ايه غرق. قال شو غرق؟ قال له والله غرق عمي. قال له تندلوا غرق؟ قال له نعم. اجا جابوا قال له والله عمي، وربع لقاهم موجودين مكسورين خاطر، متأذين كذا، حد مال الناس. قال له وين غرق؟ قال له بهذا المكان. جاب وياه ناس غواصين، قال له غوص هنا طلع. وطلع تقريبا كل الحنطة، ظلت ثلاث أربع أشخاص. يقول قال له انزل هنا. قال له عمي ماكو ثلاث أربع أشخاص بعد. قال له لا موجودة. قال أنا ما مطلوب لله، أنا الله ما يطلبني، أنا منطي مال الله، هذا مالي. الله، ليش أخذ مني؟ هذا مالي، أنا منطي مال الله، أطلب سرقها أسا تلقاها. يقول ظلوا يدورون
وكان يلقوها سبحان الله، ويلقوه كل الحد ويطلعوه ويفرشوه ويجيبون شاه جدا، ولا ما انفرش ويبس جابوا شاه جدا وعبوه. هذه طيب التواصل والنية الصافية. عمي الشيخ الحقيقة يعني ديوانك عامر إن شاء الله، أنت دائما ضيوفك ما ينقطعون حقيقة. هذا اللقاء كان سريع هذه الأيام الفضيلة، إن شاء الله شهر رمضان دائما بخير معاكم مع كل الناس الطيبة، وإن شاء الله يبقى ديوانكم عامر في هذه المدينة. إحنا نشكر لقائك السريع. عندي كلمة يعني للشباب. نعم آخر شيء. نعم نعم، أقول أول شيء أنا كلمة للشباب، أقولهم تكاتفوا وتوحدوا. نعم. وهذا شهر الفضيلة، شهر الله، صوموا، ولصوم يكون عنده إيمان. لا حتى نريد توحد الشباب ونريد صلة الرحم. ونريد صلة الرحم. نعم مقطوعة، هي صلة الرحم هاي المهمة مقطوعة. ونقول اللهم إن شاء الله أحفظ العراق. آمين. واللهم أحفظ شباب العراق. آمين يا رب. واللهم ارحم شهداء العراق. آمين. واللهم شافي جرحى العراقيين. آمين. الذين ضحوا من أجل هذا البلد. أي نعم. ورحم الله الشهداء. آمين. الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة الزكية. ولولاهم إحنا ما قاعدين هاي القاعدة، مثل ما تفضلت ما كان قعدنا هاي القاعدة. الحمد لله. ورحم الله كل العراق. آمين. والعراقيين. جزاك وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله بكم. شكرا جزيلا. ممنون شيخ على هذا اللقاء الفضيل حقيقة، لقاء جميل. إن شاء الله نتمنى أن نلتقي بك مرة أخرى. بارك الله. شكرا جزيلا. ممنون. أعزائي المشاهدين حقيقة كان لقاء جميل مع شيخنا شيخ نضال الحميدي، طرقنا به على أيام رمضان وكيف كان وحب التراحم والتوادد في هذه المدينة. حقيقة متواصلين وياكم برنامج أهلنا في رمضان، وإن شاء الله راح نلتقي بشخصية أخرى بإذنه تعالى. تقبلوا بالنهاية تحياتي وتحيات زميلي أيهم فارس، ألتقيكم مجددا، أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي وليد المدني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.